ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. الفترة الأخيرة صورت في كذا استوديو، وكنت حابب ان انا انقل لكم التجربة بتاعتي عشان لو حابين صور. اول مكان هو الاستوديو، في عنده اندور اريا للفوتوغرافي واوتدور اريا جميلة جدا جدا للتصوير، صورت فيها الصور دي. تاني مكان هو ار استوديو، صورت فيها الناس ستوك، طلعنا بالصور دي، هو ويب سايت عامل زي شاتر ستوك تقدروا تاخدوا من عليه صور. ثالث مكان هو اويا ستوديو، وهو موجود في التجمع الخامس برضو، صورت فيها البورتس دي. اتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو ده، اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية.